أجيال أردنية كثيرة لم تشهد حظر تجول من قبل، ومن شهد أمرا شبيها له فقد كان منذ ما يزيد عن نصف القرن ولدواع أمنية. وحظر التجول الشامل أو الجزئي الذي نعيشه اليوم مختلف تماما، فالداعي الأساسي له الحفاظ على صحة المواطنين ومنع انتشار فيروس كورونا، وعليه توجب على الجميع تغيير كامل مسار حياته اليومية، فلا خيار آخر. اعتياد المواطنين على المدة الزمنية المحدودة التي يوفرها حظر التجول الجزئي أتاح لهم السير على الأقدام للوصول إلى أقرب بقالة في أحيائهم، بالإضافة إلى إيجاد العديد منهم سبلاً لإمضاء الوقت بل واستثماره، وغياب الكثير من العادات اليومية الاجتماعية واستبدالها بأخرى مثل إلقاء التحية عن بعد وأداء الواجب الاجتماعي عبر الاتصال أو المراسلة. وهذه الممارسات لم تكن يوماً في حسبان الكثيرين. رح ترجع الأمور طبيعي، بس هو الآن أصبح جزء من حياتنا. بلاحظ الناس يعني دائماً وقت التهافت بكون وقت معين، لأنه احنا من 10 للساعة 6، بس أغلب التهافت من الساعة 12 للـ4، لكن في التزام بالتباعد بين الأشخاص. صراحة أظني لقدام الواحد خلاص أخذ فكرة أن الواحد لازم يصير في نوع من التباعد في الشراء، عدم التزاحم. إذن فرضت أوامر حظر التجول واقعاً جديداً لم يألفه جيل كامل من الأردنيين، إلا أن الضرورة دفعت إلى استصدار أمري الدفاع رقمي 2 و3 لتحديد حركة المواطنين حفاظاً على السلامة العامة ومنع انتشار وباء كورونا. وبعد مضي أكثر من 40 يوماً على تسجيل أولى الإصابات بالفيروس، خلت محافظات عديدة من تسجيل أي حالة إصابة مؤكدة رغم الفحوص التي أجريت على عينات عديدة، الأمر الذي دفع الحكومة لدراسة تعديل تعليمات حظر التجول في هذه المحافظات انطلاقاً من محافظة العقبة جنوباً. في الأيام القليلة القادمة رح نعلن عن مجموعة إجراءات رح تخفف تدريجياً على المواطنين في بعض القطاعات مثل التجارة والخدمات، الأمور الأساسية اللي بيحتاجها المواطن، وأيضاً رح نتدرج على مستوى المحافظات ابتداءً بمحافظة العقبة ابتداءً من يوم الأحد، وبالتسلسل لمحافظات أخرى بعد ذلك. هالإجراءات لن ترفع الحظر، ولكن ستمنح قطاعات معينة في أوقات معينة مزيد من التسهيلات. ينضم إلينا من الكرك عبر سكايب مدير مديرية الشؤون الصحية في الكرك الدكتور أيمن الطراوني. أهلا بك معنا دكتور أيمن في بعد الخبر. بداية، عدد الفحوص والعينات التي أجريت حتى الآن كم يبلغ؟ مساء الخير أخوان المشاهدين والأخت أريج. أولا لا يفوتنا أن نشكر قناة المملكة على تغطيتها وبشكل كامل لأحداث كورونا سواء بالكرك أو المملكة كاملة، وبالكرك أخص بالشكر الأخ الأستاذ يزن الشمايلة الذي لا يفوته خبر ولا منطقة إلا تعامل معها. ثانيا بدي أحكي بما صدر عن الشريط الإعلامي اليوم، ونحذر الأخوة الصحفيين المبتدئين بعدم تداول أي أخبار غير دقيقة بما يخص حالات الكورونا. في محافظة الكرك تم تشكيل فرق طوارئ، فرق محافظة، فرق للمحافظة والجهات الأمنية، فرقة المحافظة، تشكيل غرفة طوارئ كاملة في مديرية الصحة وتضم 15 فريق تقصي وبائي. في خلال هذه الفترة من بداية المرض إلى هذا اليوم تم استقصاء ما يقارب 900 حالة، 500 منها على الرابيد تيست أو الفحص المستعجل تقريبا 500، و400 منها على فحص بي سي آر اللي هو عن طريق الأنف. ولغاية هذا اليوم جميع الفحوصات والحمد لله سلبية، لم يتم الكشف عن أي حالة إيجابية. نعم. طيب هذا العدد متضمن للعينات العشوائية؟
نعم احكي. هذا العدد الذي ذكرته قبل قليل 900 فحص تقريبا هو شامل او متضمن للفحوصات العشوائيه؟ هو هي الفحوصات العشوائية التي تمت أخذها من المحافظة هي لجميع الناس اللي كانوا تقريبا بالحجر الصحي أو ما قبل الحجر دخلوا على البلد، أو جماعة خالطوا جماعة الحجر الصحي، جماعة البقالات والسوبر ماركات، جماعة الخضرة، جماعة الذي لهم اختلاط مباشر مع المواطنين، بحيث أنه تم أخذ هذه العشوائية بشكل انتقائي وليس بشكل عشوائي، يعني أجي على مجموعة وأخذ منهم 20-30 مرة واحدة، لا. نعم. طيب خلال الفترة المقبلة نحن نتوقع أخذ فحوصات أخرى من مناطق مختلفة في الكرك؟ نحن مستمرين في أخذ العينات العشوائية، لأنه هناك يعني مجموعة من الأشخاص هم من يبلغون عن أنفسهم أنه كان كذا، كان في المنطقة الفلانية. يعني اليوم مثلا تم شباب من المناطق الحدودية الجمارك طلبوا منا، هم إجوا على المديرية وطلبوا أنهم يعملوا فحوصات، وتم أخذ لهم عينة بشكل طبيعي. طيب دكتور، هناك من عمان في مناطق مثلا زي ما حكوا من طبربور إجا ناس من المحافظات أخرى طلبوا أنهم يعطوا عينات، فكل هذا يعني عشوائي مدروس. نعم. طيب ما المعيار الطبي الذي يؤكد بشكل أو بآخر بأن هذه المنطقة خالية من فيروس كورونا؟ هناك معيار تعمل عليه الوزارة، تعمل عليه المديرية؟ المعيار هي الفحوصات العشوائية، ولكن المعيار الأدق للأمانة هو إغلاق المحافظة وعمل مسح. كيف تتم عملية المسح؟ المسح يعني لكل من دخل المحافظة. نعم. ومن خالطه، لأن المحافظة تقريبا شبه خالية من هاي، يعني السكان الأصليين للمنطقة اللي ما بيغادروا ما في. ولا ننسى كمان المنطقة الجغرافية، القرى المتباعدة لها دور في العزل المواطنين. نعم. والمواطنين أيضا ملتزمين بموضوع العزل. طيب يعني مستقبلا الكرك يعني هي من المحافظات الخالية ضمن المعطيات الحالية، خالية من فيروس كورونا، وبالتالي ستنضم مستقبلا إلى محافظة العقبة كعزلها كمنطقة خالية من فيروس كورونا. نطلب من العلي القدير هذه أن تبقى خالية. طيب دكتور، في حال لا سمح الله ظهرت إصابات، ما الذي سيجري في الكرك؟ في حين ظهور الإصابة حيتم عزل المنطقة كامل، أين تظهر الإصابة، عزل المنطقة والتعامل مع الأفراد ومن تعامل أو من خالط هذا المريض، ونطلب من العلي القدير ألا يكون هناك. نعم، أشكر وجودك معنا دكتور أيمن الطراوني مدير مديرية الشؤون الصحية في الكرك، شكرا جزيلا لك. وينضم إلينا عبر الهاتف مدير مديرية الشؤون الصحية في محافظة جرش الدكتور أحمد القادري. دكتور أحمد أهلا بك معنا في بعد الخبر. عدد الفحوصات والعينات التي أجريت حتى الآن في المحافظة كم يبلغ؟ مساء الخير لك ولجميع المشاهدين لقناتكم الكريمة. لقد تم جمع عينات عشوائية على مدار الثلاث أيام السابقة في محافظة جرش حوالي 500 عينة عشوائية. هاي الرابيد تيست هي عبارة عن نقطة من الدم وبضيفوها مادة ثانية وبتظهر عندنا سلبي أو إيجابي. وهاي كانت العينات يعني بلشنا فيها أول شيء أربع فرق، ثلاث فرق في المحافظة وفرقة في المستشفى، وبلشنا في الخطوط الأولى لمكافحة فيروس كورونا وهي الكوادر الطبية من المستشفى وبعض المراكز الصحية العاملة. وقد تم جمع عينات من جميع أنحاء المحافظة حسب التقسيمات الإدارية للمحافظة، يعني جمعنا من قضاء برمة عينات، جمعنا من بلدية المعراب، جمعنا من بلدية باب عمان، ومن بلدية النسيم حوالي 500 عينة. وتركزت أكثر الفحوصات في قصبة جرش، وركزنا على محلات الألبان لأن يعني القصبة تشتري كثير في مصانع الألبان، ومن المخابز الكبيرة
التي يرتادها ناس يعني مراجعين كلار ومن البنوك ومن محطات المياه، والحمد لله كانت جميعها سلبية. يعني جميع النتائج للخمسمائة عينة التي تم سحبها خلال الثلاثة أيام الماضية هي سلبية؟ نعم كانت سلبية. والإجراء مستمر؟ إجراء الفحوصات العشوائية؟ لا احنا خلصنا، إن كان حصتنا يعني أعطونا أوامر من الوزارة بعمل فحص 500 عين وانهيناها الحمد لله. طيب مستقبلا هل سيتم أخذ فحوصات أخرى؟ وأود السؤال عن كلمة عشوائي، عندما نقول عشوائي الذي يفهم بأنه لا يوجد هناك أساس معين، ولكن كما فهمنا من مدير مديرية الصحة الشؤون الصحية في الكرك دكتور أيمن قال قبل قليل بأن كلمة عشوائي لا تعني عشوائي بمعنى الكلمة، ولكن من جاء إلى المحافظة من محافظات أخرى ومن اختلط بمن كان مختلط بأحد المصابين بناء على معلومات سابقة لدى المديرية. هذا الأمر يشمل أيضا محافظة جرش أم أنه العشوائي بمعنى عشوائي؟ العشوائي طبعا بمعنى عشوائي، هنا سؤالك بترتب عليه شقين، احنا عملنا عشوائي وعملنا فحوصات ثانية حوالي 250 عينة. العشوائي احنا ما العشوائي يختلف، العشوائي ظل جينا مشينا بالشارع، احنا حطينا لحالنا خطة بدنا نشوف الاماكن اللي عليها اكتظاظ وسحبنا منها بطريقة غير يعني بطريقة خلينا نقول مبرمجة، يعني كل واحد وحظه يعني وين نفوت وين نفحص. اما الاشي اللي قصدتيه الاشي الثاني يعني بتعرف انه احنا صار بجرش حوالي ثلاث يعني سحبنا 250 عينة بي سي ار لمشتبه فيهم، يعني كانوا مخالطين لناس مصابين بالكورونا وحصلنا 250 عينة من المخالطين لهم أول مرة، وبعد أسبوعين ردينا عيدناها مرتين، يعني عدنا الفحص للمخالطين مرتين وكانت سلبية، وهذا يدل على أنه جرش لحد الآن وحس المعطيات خالي من مرض كورونا إن شاء الله. نعم، وخلال فترة الأسبوعين ما بين الفحصين رصدتم مثلا عدم التزام في الحجر المنزلي؟ كان هناك بعض المخالفات أم أن الأمور يعني سارت بسلاسة؟ والله يا ستي احنا الحجر المنزلي احنا اللي بكون عليه بنعمل له بنعطيه تعهد انه عليه حجر منزلي، عارف والله هو وأمانته يعني مداش الراقب احنا على طول. نعم. بس انه يعني احنا بنعطي اسمه للخلية المشكلة في المحافظة وبتابعوهم وبدورهم. نعم، طب دكتور حتى نفهم، ما المعيار الطبي الذي يؤكد بشكل أو بآخر خلو منطقة معينة من فيروس كورونا؟ يعني وزارة الصحة حددت معايير طبية لخلو منطقة معينة من فيروس كورونا أم أنه فقط الاعتماد على العينات العشوائية؟ شوفي معيار بالضبط، يعني معيار تقول أنه هون خالي بالمرة، ما في معيار، لأنه أنت يعني الأردن لسه يعني ما زال فيها حالات وما زال في يعني كمان بلشنا نفتح بحدودنا مع الشاحنات. نعم. فمعيارنا بتقولي خالي ما في، اما احنا معيارنا كصحه فيما اذا يعني بيجينا بلاغ عن حاله مثبته فيها كورونا مثلا بصير هذا بنقلوها لمستشفى الامير حمزي ويدخلها، ولكن ونقوم احنا بتقصي الحالات المخالطه ان وجدت. ولكن معيار انك تقولي يعني انه المنطقه الفلانيه خالي 100% ما تقدر تحطي يعني ما تقدر تعرفي. نعم. لأنه هذا المرض زي ما بتعرفوا أنتوا يعني ممكن يظهر على ناس بدون أعراض. طيب في حالة سمح الله دكتور ظهرت. نعم. إصابات، ما الذي سيجري؟ إحنا في حال وجود إصابة طبعا اللي بكون فيها إذا ثبتت الإصابة بوزيتيف في الفحص البي سي آر يتم نقله لإحدى المستشفيات المعتمدة لعلاجه، وفورا يعني نقوم بالاستقصاء الوبائي، بتطلع فرق استقصاء وبائي وبنشوف مين المخالطين ومخالطين المخالطين وما أشبه ذلك. نعم. طيب حسب رأيك دكتور، محافظة جرش قريبة من محافظتين سجلتا. نعم. إصابات عجلون وإربد، هل ذلك بشكل أو بآخر يؤثر على إمكانية أن يحصل في جرش عملية تخفيف للحظر وفي إجراءات الحظر؟ والله إن شاء الله إحنا يعني بنتمنى أنه نكون يخففوا علينا الحظر، ولكن أنت ما بتقدر تمنعي أنه ما تصل لنا الإصابة. نعم. ما بتقدر ما في شيء تقدر تمنعيه يعني 100% لانه ما زال في ناس يعني بتروح على عجلون وبتروح على جرش وبتروح على اربد، ولكن الحمد لله جرش يعني عجلون كمان ما فيها اصابات، يعني حتى الحالات اللي عندهم عملوا لها ضبط، فاربد يعني كانت قبل فتره ما فيش فيها يعني الا اليوم من امبارح جاي تبينت الحالات تظهر. طيب هنا نظرا لهذه المعطيات، الم تفكرون بعزل جرش تماما بما انها لم تسجل اصابات حتى الان وهي قريبه من حدود اربد وحدود عجلون،
وبالتالي عملية عزلها يمكن ستحصر وستمنع دخول أي فيروس أو أي إصابة عفوا بالفيروس إلى المحافظة. والله يا ستي إحنا ما عندنا ما في لحد الآن ما في عندنا إصابات ولا مخالطين لإصابات، ولذلك قرار العزل هذا مش قرار مديرية الصحة ولا يعني قرار محافظة. نعم. قرار خلي يعني صحيح. نعم. طيب أشكر وجودك معنا مدير مديرية الشؤون الصحية في محافظة جرش الدكتور أحمد القادري، شكرا لك.